من باريس حول البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي هم الفراغ في سدة الرئاسة إلى نداء حمله في كل المحطات التي شملتها الزيارة، ولا سيما القداس الاحتفالي الذي ترأسه في كاتدرائية كنيسة سيدة لبنان. وتحت عنوان ألقوا الشبكة إلى يمين السفينة تجدوا، تحدث الراعي في العظة مصليا لكي يخشى الله أمراء الحروب والمقاتلون والمحارضون على الحرب من خلال المد بالسلاح والمال والدعم السياسي. ومصلي من أجل المسؤولين السياسيين في لبنان كتلا سياسية ونيابية لكي تتحمل مسؤوليتها التاريخية وتسرع إلى انتخاب رئيس للجمهورية. نحن نسعى مع أصحاب العلاقات الطيبة مع القريب والبعيد ومع الدول الصديقة في مقدمتنا فرنسا المدينة لإنجاز هذا الاستحقاق الرئاسي قبل أن تنهار الليلة على رأس الجميع. لا سواء الراعي الذي كان زار في خلال جولته الباريسية مقر منظمة اليونسكو في باريس في إطار سلسلة من الاحتفاليات لمناسبة مرور 70 عاما على إنشاء المنظمة التابعة للأمم المتحدة، قلد نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق عصام فارس وساما بابويا رفيعا من رتبة قائد منحه إياه البابا فرانسيس.